التحدي والمنافسة بلا شك ستكون جميلة وسعيدة للجميع في هذا التواصل المثير والتواصل الخطير. نسير مشاهدين الكرام مبتدين باسم الله نحو اندفاعة هذا الشوط لتتواجد هذه القمم وهذه الأسماء في تواصل مشوار الناموس مع الأخوة الملاك والمضمرين. المركز الأول حيث تقدمت الآن الخوارة عبيد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة من يتقدم ويسيطر على ناموس هذا الشوط ليقود الخوارة نحو بداية المشوار للتنافس. بينما المركز الثاني وصلت الآن الشاهينية وبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي يتواجد المنهالي على ثاني المراكز. أما المركز الثالث فالنقلة التالية على شواهين وعبد الله بن حمودة بن سرحان النيادي يتواجد ليتقدم إلى ثالث المراكز في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع هي سلهودة واصلة ويأتي مشاهدي الأعزاء مطر بن سعيد بن عبيد الحميري ليتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات وبالتنافس والمواجهة القوية في مشوار الثمانية كيلومترات. نسير لنتابع المركز الخامس. المركز الخامس نقلة إلى حيلة تعود ملكية حيلة محمد بن حمودة بن تركي الكتبي يتواجد ليتقدم نحو المركز الخامس في هذه اللحظة. والمركز السادس في انطلاقة هذا الشوط تقدمت الشايبة حمد بن سيف بن غرير الاجتبي. أما المركز السابع فنصل مشاهدينا الأعزاء إلى الطويلة محمد بن خميس بن محمد الشدي في المركز السادس في هذه اللحظة. غيرت المركز السابع نشاهد غالية ومتواجدة ويأتي سهيل بن حليس بن راشد الاجتبي ليقدم لنا المركز السابع. المركز الثامن هناك عند بن غرير الاجتبي. بينما المركز التاسع ياتي شعارك بالرملي العامري. هنا وصلت الان الوثبه مسلم بالرملي العامري يتقدم ليقدم لنا كذلك الوثبه في هذا المستوى. اما المركز العاشر وصلت من خلاله بن ظبيان سلطان بن محمد الملعاي حيث يقدم لنا مشاهدينا الكرام بن ظبيان تحتل المركز العاشر. ها هي النتيجة، ها هو التواصل مشاهدينا الكرام في المراكز الأولى المتقدمة وفي المراكز الأولى التي تسيطر على فئة الناموس والعشرة مراكز أولى. عودة إلى بداية الشوط وعودة إلى الصدارة والقمة القمة القمة هناك مع المنهالي لا زال مسيطرا خاطفا ناموسي هذا الشوط متقدما على كل الأسماء. هنا تتقدم من خلال الشاهينية لتسطر كذلك تحية وناموسي هذا الشوط ومنافسة هذا الشوط بالتحية والناموس لهالي الوثبة لهالي الوثبة. لكنها على الصدارة مسيطرة أبخيت بن سالم المنهالي. أما المركز الثاني فننتقل إلى شعار بالدبيلة يتواجد مشاهدينا الكرام ليقدم لنا الخوارة عبيد بن يمعة بن الدبيلة هناك على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما سلهودة تحاول في التنافس الثلاثي في هذا الشوط. هناك سلهودة ويأتي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري ليقدم لنا سلهودة في ثلاثية تقودها الشاهينية تليها الخوارة وسلهودة ثلاثية في منتصف تقريبا هذا الشوط. لكنها تتقدم بتقدم تلقائي جميل حيث بأن اندفاعاتها كما نشاهد ونتابع في مسارها على انطلاقات هذه الأشواط في سن الكبار. نسير إلى المركز الرابع. نسير لنتابع شعار الجابري حيث تقدمت هذه اللحظات أيها الحفل الكريم. شواهين عبد الله بن حمودة بن سرحان النيادي واصل يأخذ المركز الرابع في هذه اللحظة. والمركز الخامس تقدمت الوثبة تتقدم مسلم بالرابع رملي العامري يقدم كذلك الوثبة على ناموس هذا الشوط. والمركز السادس وصلنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى من تتابع هنا شوائز غالية وسهيل بن حليس بن راشد الاجتبي يتقدم
إلى المركز السادس في هذه اللحظات ليقدم غالية غالية تتقدم إلى هذا الموقع المركز السابع. المركز السابع عندك يا بن تركي، ها هي حيلة، ومن لديه حيلة فليحتال، ويأتي محمد بن حمودة بن تركي الاجتبي ليتقدم إلى المركز السابع. المركز الثامن وصلت الآن سرابة ناصر بن سالم بن علي القايدي يتواصل مشاهدينا الكرام. ثامنا المركز التاسع، المركز التاسع وصلت الطويلة محمد بن خميس الشدي المنصوري. المركز العاشر هذه اللي وصلت جبارة حمد بن محمد راعي الشيقة العامري، خذ المركز العاشر. هذه العشرة أسماء مشاهدينا الكرام اللي انطلقت سارت تصدرت ونافست هذه الأسماء، لكنها بلا شك ستكون في ختام هذا الشوط سنشاهد المزيد من التحديات والمزيد من المنافسات. هدوء يسبق المنافسة الأخيرة، ولكن الوثبة، لكن هناك الشاهينية ما عندها هدوء، ما عندها هدوء، تنطلق لتخترق كل الحواجز وتخترق كل الصفوف نحو الناموس. ما شاء الله يا المنهالي لا زال مسيطر مع الشاهينية، مع الشاهينية وتسير لبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي. هناك في هذه اللحظات ينطلق مشاهدينا الكرام ليتقدم في تقدم هذا الشوط مع المحليات الأصايل. والمركز الثاني، المركز الثاني واصلة الخوارة لعبيد بن يمعة بن عبيد بالدبيلة ينتقل مباشرة إلى المركز الثاني، بينما مياسة لا زالت في الصراع الثلاثي، لا زالت في الصراع الثلاثي وسلهودة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري على المركز الثالث. كما نشاهد هذا المنظر، كما نشاهد هذه مشاهدي الأعزاء كاميرا دبي ريسنج لتنقل لكم مواقع السباق ومواقع وأمكنة الوجود لها في ميدان السباق من 8 كيلومترات. نشاهد لقطات ممتعة ومبدعة، ولكن نسير لنتابع هذه الحروف وهذه الأسماء اللي تواصلت وبدت تشق الطريق نحو الناموس لهذا الشوط. الكل يبحث، الكل يبحث وينقب عن مستوى هذا الشوط. الوثبة تتقدم لمسلم بالرملي العامري في المركز الرابع. الآن المركز الخامس وصل القايدي، يلا يا القايدي مع السرابة ناصر بن سالم بن علي. القايدي خذ المركز الخامس. المركز السادس وصل راعي الشيقة مع جبار وحمد بن محمد راعي الشيقة العامري، وصل الآن خذ المركز السادس. أيها الحبل الكريم، هذه السداسية، هذه السداسية، هذه السداسية اللي بيكون بينها التنافس والتنافس والتنافس. يا حية يا حية بين هذه الأسماء المحلية. عودة إلى البداية، والبداية لا زالت، لا زالت مع المركز الأول، لا زالت الشاهينية تتقدم. عندك يا المنهالي، يا بختك يا المنهالي، بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي وقدم الشاهينية حتى اللحظة. هي المسيطرة، هي المسيطرة متقدمة تقريبا مشاهدينا الكرام. قطعنا من خلال المسار في هذا الشوط 6.5 كيلو، ولكن لا زالت الشاهينية سيطرة تحاول. هناك الخوارة عبيد بن يمعة بن عبيد بالدبيل على المركز الثاني، على المركز الثاني، بينما الوثبة، الوثبة في المركز الثالث. ويأتي مسلم بالرملي العامري ليتقدم إلى المركز الثالث مقدما الوثبة، مقدما الوثبة. لكن المركز الرابع واصل القايدي ليصل مع سرابة ناصر بن سالم القايدي في المركز الرابع في هذه اللحظات. وحمد بن محمد راعي الشيقة يتقدم إلى المركز الخامس. ها هي الخماسية، الخماسية وعودة إلى البداية، عودة إلى قمة الشاهينية، الشاهينية لا زالت هي المسيطرة، لا زالت المتقدمة في المركز الأول، المسيطرة على ناموس هذا الشوط. تتمختر، تتقدم وهي في القمة، هي في القمة. يا سلام، الله، يا الشاهينية، 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 لا زالت المسيطرة، لا زالت المسيطرة بخيت بن سالم بن مبارك المنصور المنهالي، المنهالي، المنهالي يتقدم. المركز الثاني، هناك القايدي يقدم سرابة، بينما الوثبة واصلة. مسلم بالرملي العامري
يحتل المركز الثالث، المركز الثالث. لكن نعود إلى البداية، العودة إلى الشاهينية. الله أصدروا، أصدروا عليه الأوامر، أصدروا عليه الأوامر، أصدروا عليه الأوامر. تقدمت الشاهينية، سارت الشاهينية، بدأت في الانطلاق، أبعدت المسار، أبعدت التحدي. مشاهدينا الكرام، الله، الشاهينية سلام للوثبة، سلام، سلام للوثبة، سلام. من البداية حتى النهاية قادت الشوط، من البداية حتى النهاية، وهي المسيطرة، هي المتقدمة، هي الباحثة بالفعل. وكذلك عندما بحثت وجدت ما تريد، إنها المقدمة والمركز الأول، المسيطرة، المسيطرة. ما شاء الله، تبارك الله أيها الحفل الكريم. مشاهدينا الأعزاء، المركز الأول والسيطرة واضحة، السيطرة واضحة للشاهينية. يأتي بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي منذ أن قام الشوط، من بدايته حتى النهاية، وهي في المركز الأول. رفضت أن تسلم هذا الشوط إلا بعد أن ترفع راية النصر والناموس وتنتزع المركز الأول، لتهدي بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي أحلى ناموس وأحلى تحية. المركز الثاني، هناك سرابة تتواجد بالمركز الثاني، تعود ملكية ناصر بن سالم القايدي. المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، هذه اللي وصلت الشايبة حمد بن سيف بن غريل. المركز الرابع، أرصاد سعيد بن عبيد بن ضبيعة. المركز الخامس، راعي الشيقة واصل حمد محمد راعي الشيقة العامري. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس. أعود أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، بحضراتكم إلى لحظات التوقيت الزمني، حيث الشاهينية قدمت هذا العرض المميز، العرض الكافي، 12 دقيقة 42 ثانية، جزئين من الثانية. ثانينا والناموس على هذا الانتصار، حيث بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي ينتزع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني كان المسار، كان التحدي. مشاهدين الأعزاء، من سرابة ب 12 دقيقة 52 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك ناصر بن سالم بن علي القايدي، من حل في المركز الثاني. أما المركز الثالث، كان الحضور والمتابعة مشاهدين الكرام من خلال تواجد الشايبة حمد بن سيف بن غرير الاستبي، حيث حلق في المركز الثالث بهذه الانطلاقة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 55 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل أشواط صباح هذا اليوم بالأثارة وبالحماس القوي والجميل، تتواصل هذه